وحول عقد أعمال المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة. مساء الخير معاليكم، وهو بالتأكيد مؤتمر مهم تستضيفه البحرين في دورته الأولى. لو نتحدث عن هدف هذا المؤتمر خصوصا وأن له طابع خليجي ودولي في آن واحد. مساء الخير. الحقيقة أن هذا المؤتمر الحقيقة الأول من نوعه، لأن الحقيقة أن جميع دول الخليج الآن منشغلة بتطبيق طريقة أخرى من نظم الضمان الصحي أو التأمين الصحي. فالحقيقة أن هذا الوقت هو وقت مناسب لأن نجتمع كلنا جميعا ونتباحث أن كل واحد يسوي بالضبط، وشلون الواحد يعني يستفيد من زميله أو من أخيه، وشلون الثاني يستفيد من أخيه يعني تبني التجارب الناجحة وتجنب التجارب الفاشلة. وهذا طبعا كلها الموضوع الضمان الصحي موضوع عريض وطويل. نعم. في كذا موضوع ممكن يعني بحثه ودراسته، والمؤتمر حقيقة في كل جلسة من جلساته يتناول موضوع من هذه المواضيع. نعم، حين نتحدث عن مشروع الضمان الصحي معليكم، لو نتحدث عن الإجراءات أو المراحل التي سيمر بها هذا المشروع مع صدور القانون. هو الحقيقة أن القانون صدر، وبعد ما صدور القانون معناه سنبدأ في التطبيق. نعم. والتطبيق في الحقيقة كذا نوع. أول شيء مسألة التمويل. التمويل معناته أنه إيجاد صندوق الضمان الصحي اللي بيكون هو يأخذ يعني المبالغ التمويل الصحي ويشتري الخدمة من المستشفيات. نعم. هاي طبعا يبيله يعني عمل على أكثر من سنة لتطبيقه. الموضوع الثاني هو الاوتونومي او يعني الاداره الذاتيه للمستشفيات الحكوميه والمراكز الصحيه، وهذا شيء بعد يبي له وقت لحين نطبقه. ابتدينا يعني في بدايه التطبيق مع اعاده تشكيل وزاره الصحه وتعيين يعني المجالس الاداريه في مجلس الاداره في السلمانيه والمراكز الصحيه، لكن يحتاج الى بعض يعني بعض القرارات. نعم. او بعض من الاعطار الوزاريه او عن طريق اوامر ملكيه في التعيينات. هذه عندنا ان احنا لازم نجهز النظام اللي يراقب النظام بشكل كامل من ناحيه التكلفه ومن ناحيه الجوده ومن ناحيه تقديم الخدمات. هذه بعد انا شيء ثاني احنا نشتغل عليه بحيث نكمل في مجموعات الدوائر اللي نسميها دائرة الجودة، دائرة التكلفة الصحية أو الاقتصادية الصحة، دائرة التخطيط والتدريب، ودائرة المعلومات الطبية. كلها دوائر تكون واجبها مراقبة النظام والتأكد أن كل شيء يمشي عليه. فالحقيقة في كذا أوجه. نعم. للنظام، ونحن نشتغل عليها يعني خطوة بخطوة. وطبعا حسب القانون أن احنا لازم نقدم برنامج كامل للحكومة عن شو بنسوي بالضبط عشان الحكومة توافق عليه وحنا نبتدي نطبقه، لأن يعني ما نبي يكون في أي مساس بنوعية الخدمة في أثناء التحول من النظام الحالي إلى النظام الجديد. نعم معاليكم، لو كنا نريد أن نقدم إيضاح أكبر للمواطنين حول قانون الضمان الصحي، هل سيكون العلاج مجاني في ظل هذا القانون؟ هذه انتهينا منه الحقال من العلاج المجاني. نعم. بالنسبه للرزم الاساسيه والمستدام النظاميه يعني، فهذه منتهي منها عند الطلاق بالقانون. حتى بالنسبه للخدم المنازل بعد ببلاش. نعم نعم، ماذا عن العلاج في الخارج معاليكم؟ هل الضمان الصحي يشمل العلاج في الخارج؟ ما في تغيير في الموضوع اللي حاصل الان بالنسبه للضمان في الخارج. العلاج في الخارج اذا كان البحريني ما عنده علاج في البحرين عن طريق اللجنة الطبية يوصى به انه يروح يتعالج في الخارج. نعم. وتتحمل الحكومة ذلك. نعم، معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، شكرا لكم جزيلا.